في البداية بقول لكل جماهير النادي الأهلي العظيمة ألف ألف مبروك، إن شاء الله تكون انطلاقة موفقة لقناة النادي الأهلي. مبروك لأعضاء النادي الأهلي الكرام على انطلاقة جديدة لقناة النادي الأهلي برؤية متطورة متجددة نحو البناء، رؤية مستقبلية لبناء كل ما هو جميل وكل ما هو مهذب وكل ما هو محترم وكل ما هو له قيم ومبادئ في الملف الرياضي والملف الداعم دائما إلى الدولة المصرية. كل الحب والتقدير لكل العاملين في قناة النادي الأهلي على الجهد الكبير الحقيقة اللي بذل الفترة اللي فاتت، اللي بيؤكد ان كان في تخطيط وكان في استراتيجيات بتتحط على الورق والناس بتشتغل وبتتحرك وبتبذل مجهود كبير الحقيقة علشان نطلع بهذا الشكل ان شاء الله الطيب. جنب الشكل ده الحقيقة نبدأ نقيم الملف بتاعنا إن شاء الله الفترة الجاية من تقديم الشخصيات الجديدة اللي انضمت لقناة النادي الأهلي واللي تملي ننصحها بأنها تملي تبقى شايفة رؤية البلد ورؤية النادي الأهلي، اللي المهم جدا نبقى كلنا بنشتغل نحو البناء ونبقى شايفين كويس قوي ان عندنا ملفات كتيرة جدا في بلدنا نقدر ان احنا نشارك بيها، لان الحقيقة التعداد الجمهور الاهلاوي تعداد كبير جدا بيمثل جزء كبير جدا من الشعب المصري، كمان ممكن نبقى نموذج مشرف دايما لكل كمان الجماهير الاخرى زي ما احنا متعودين. ان شاء الله بإذن الله انطلاقة قوية جدا، انطلاقة مباركة، انطلاقة فيها دعم فيها احترام فيها تقدير فيها كل حب للبلد وكل حب للحياة للجيش المصري وبالشرطة المصرية والجماهير الأهلي العظيمة والأعضاء النادي الأهلي الكرام. لغة الأرقام لغة مهمة جدا الحقيقة في تاريخ النادي الأهلي، وهي لغة مهمة بطبيعة الحال على مستوى يعني كافة الملفات وكافة الأمور. فلما نقول ان التعداد الشعب المصري الحقيقة فيه ما شاء الله أكثر من 65% من التعداد شباب ما بين رجل وامرأة، يبقى مطلوب ان احنا بالفعل نكون نموذج الحياة يحتذى به لكل شباب مصر ولكل بنات مصر في كل ما نقدمه من كل حاجة، تدريب، رفع كفاءة، ثقافة، علم، تقييم، ملاحظات، إبداء آراء، استضافة آراء مختلفة، كل ما هو متنوع، كل ما هو جميل، كل ما هو يبني ثقافة عامة لحال الشارع المصري نقدر نشارك بيها، لأن هو ده دورنا الحقيقي اللي المفروض النادي الأهلي دايما جنب الرياضة عنده دور مهم جدا وهو دور الثقافة. نادي الأهلي بدأ نشأته نادي طلبة مدارس عليا، كان ضد الاحتلال الإنجليزي، نادي الوطنية، نادي اللي اشتغل على إنه هو يبقى النادي الوحيد في هذا التوقيت اللي لا يسمح بدخول الأجانب وكان كله من المصريين، عشان كده سمي النادي الأهلي أي النادي الوطني. وبالتالي النادي الأهلي دوره دلوقتي في ظل رئيس جمهورية الحقيقة بيبني ويبذل مجهود كبير جدا في كل أطراف المجتمع المصري ان احنا نكون مشاركين وبقوه خلال الفتره الجايه. مطلوب من كل برامج النادي الاهلي انها دايما تكون هادفه، مطلوب من كل برامج النادي الاهلي انها دايما تكون نحو البناء، نحو التقييم، نحو ابداء الراي والثقافه العامه. اقول لهم خدوا بالكم كويس قوي ان انتوا بتقدموا رساله قويه جدا، رساله محترمه بتوصل لكل بيت، لكل اسره. انتوا الحقيقه الواجهه المشرفه وسفير مصر في العالم العربي والعالم اجمع اللي بيتابع قناه النادي الاهلي في كل الاطراف، لازم ياخدوا بالنا من ده. انتوا سفير حتى الجمهوريه في مصر العربيه لكل ما يقدم على قناه النادي الاهلي، هو رساله واضحه الحقيقه لثقافه الشعب المصري وثقافه شباب مصر وبنات مصر. لازم ناخد بالنا ان الاطفال بالنسبه لنا بتسمع الكلام وبتنتمي للنادي الاهلي من صغرها، وبالتالي مطلوب يبقى النماذج المشرفه ده اللي تبقى موجوده ونبقى واخدين بالنا كويس قوي واحنا بنتكلم ان احنا بنأثر في المجتمع المصري بقوه. تمنياتي القلبية بالتوفيق ليكو كلكو تيم مورك واحد زي ما تعودنا في النادي الأهلي، أسرة النادي الأهلي أسرة واحدة. إن شاء الله كده ورانا جمهور كبير، ورانا أعضاء النادي الأهلي الكرام المحترمين. إن شاء الله بالتوفيق لكل من ينتمي للنادي الأهلي وكل من ينتمي للشعب المصري. بالتوفيق، حدث قوي جدا إن شاء الله، انطلاقة قوية لقناة النادي الأهلي. ألف 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 مبروك.